فما بعض سندات النقل اللي زادوا بالحق، وهذاك علاش احنا قلنا راهو قلنا تعديل، خاطر فما بعض سندات اللي نقصوا في التعريفه نتاعهم وفما اللي زادوا. اليوم انتهجنا معناها خصوصيه جديده للتعريفات النقل العمومي. قبل كنا ننتهجوا في سكونابير معناها اون تاريفيكاسيون لينيير، معناها بالخط بالخط. احنا خطوط الشبكه الحديديه مثلا الكلها خطوط ذات زوز اقسام، على غرار معناها مثلا الخط أريانا القسم نتاعنا يتبدل في محطة الحي الرياضي، الخطوط 3 و4 و5 يتبدل في محطة باب سعدون. اليوم انتهجنا معناها استراتيجية أخرى للتعريفة، ولا هي بالمنطقة، معناها سيتيون تاريفيكاسيون زونال. اختزلنا تعريفات الكليكية في 3 مناطق. المنطقة الأولى نجم نتنقلوا فيها على الخطوط نتاعنا ب 500 مليم، المنطقة الثانية بدينار، والمنطقة الثالثة بدينار و500. في هذايا تلقى بعض المواطنين الا يلقاو روحهم باش يدفعوا اكثر تعريفها من 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 من, من الديبلاسمون اللي كانوا يعملوه قبل، وفما لا نقصلو على غرار مثلا نعطيك معناها امثله، السيد اللي كان يدفع في 320 باش يلقى روحه يدفع في 500، فهمت؟ معناها فما زياده بالحق نتاع 180 فرنك، لكن السيد اللي كان يدفع في 650 زاد كيف كيف باش يدفع 500 مليم. والناس اللي كانت تدفع حتى 2150 باش تدفع اليوم 1500 في المنطقه الثالثه. هي شنية؟ اعطينا اكثر حريه للمواطن باش يتنقل على منطقه كامله، كيما على غرار ما هو موجود في معناها شبكات النقل في الخارج، فهمت؟ سيتون معناها سيتان ديبلاسمون زونال، متفاهمين؟ دونك السيد يتنقل على منطقه كامله، فهمت؟ ب 500 مليم، كي يجتاز المنطقه الثانيه باش يدخل للمنطقه الثانيه بدينار، يولي المنطقه الثالثه ب 1500. هالمناطق هذنيا مثلا في الشبكه الحديديه مع ان كان زوج تعريفات برك نستعملوهم 500 والدينار. بالنسبه لشبكه الحافلات تلقى 3 تعريفات موجوده. اليوم شركه النقل بتونس تعاني من صعوبات ماليه كبيره برشا، اللي نهزت العجز نتاعها لليوم قرابات 1300 مليار. العجز هذا مش متاتي كان من مداخيل برك للحقيقه، فهمت؟ من برشا عوامل اخرى. اليوم شركه نقل تونس لقات روحها عاجزه حتى على تسديد ديونها ازاء المزودين، فهمت؟ بعض الحق تدخلات من وزارة الإشراف ومن الإدارة العامة الحالية، تفاهموا وتلقاوا مع المزودين باش يحلحلوا هالأمور هذية، والزيادة هذية تندرجر في جزء منها في الإطار هذا، على خاطر شركة نقل تونس والحقيقة طوال يلوم المواطن وعنده الحق ونفهموا برشا، يقول لك اليوم أنت زدت ولا عدلت في التعريفة، شنية الخدمات اللي تقدم لي فيها؟ شنية نوعية الخدمات اللي تقدم لي فيها؟ صحيح اليوم نوعية الخدمات ما نكرش، نوعية الخدمات متردية نوعا ما، لكن ماناش قاعدين ساكتين، اليوم ماذا بينا باش نعدلوا معناها زاد الخدمات نتاعنا للأرقى. اليوم شركة نقل تونس من عام 2003 ما زادت معناها التعريفة، كان مرة برك في 14 جويلية 2010. مع زيادة بطبيعة الحال المتأتية معناها في الأجور لعدة معناها أعوام، زيادة زادة كيف كيف في المحروقات، زيادة في الطاقة، فهمت؟ هذا من كل كي خلات الشركة باش تقوم في برنامج إصلاح شامل، فهمت؟ من بين برنامج إصلاح هذا جزء منه هو التعديل التعريفي اللي قمنا به، وإن شاء الله معناها المواطنين يتفهموا الوضع هذا على أساس أنه الغاية الأولى والأخيرة هو أن بطبيعة الحال نوعدهم باش معناها الأمور تتحسن في شبكة النقل الحديدي ولا شبكة الحافلات في شركة نقل تونس.